إيران وسياساتها مع العرب. سنة 2006 انسجنت وحكمت من قبل المحكمة الثورة بتهمة محاربة الله ورسوله. مساحة الأحواز تقارب تقريبا 350 ألف كيلومتر مربع. يعني أعطيكم قائمة أنه ممنوع تتجاوز هذه الأسماء. نعم يعني انت مرات اذا تروح مثلا تراجع للمدرسه وصيح مثلا احمد 10 نفرات يصيحون احمد. كشعب ايراني كشعب مو كحكومه بيحب الشعب الاحوازي، في تعامل، في تزاور، في تزاوج بين بعض، اللي بيكرهوا بعض او في مشاكل بين بعضهم، فليش التكتيم الاعلامي على هالدوله هي؟ رسالتي موجهه لشعبنا، استمروا في مقاومتكم واحنا هنا نكون لكم صوت لكم في المهجر.